المكان، الزمان وحتى الأسطورة، شاهدين لنساء كان مصيرهم استثنائي. عشرات الوجوه النسائية، عشرات المقاومات من أجل الحريات، من كليوباترا سيليني حتى الكاهنة، ومن زينب النفزاوية حتى للخناتة، والكثير من النساء الأخريات صنعوا التاريخ بفضل حبهم، ثقافتهم وحسهم الأنثوي والسياسي دون طمعهم في السلطة. أغلبهم بقوا عايشات في الظل ديال الرجال وصفهم التاريخ بالعظمة. عشر نساء في التاريخ، سلسلة وثائقية بين الأسطورة والواقع. غادي نحكيو لكم قصتهم من خلال الآثار الملموسة والموروثة اللي خلاو في الذاكرة الجماعية ديالنا.